دائماً عادات الطلاب يتصلوا بأهليهم من داخل الأكاديمية، ولكن أول اتصال له رونق خاص، اتصال إعلام الطلاب لأهليهم أنه تم قبولهم بالأكاديمية ولحظات قبل بداية البرايم الأول. حصل كل طالب على دقيقتين اتصال لينقل لأهله الخبر السار. ألو يا أمي بعود وصيك وصية لك للجيران للجيران ودي لي تحية. يا ترى ربحت ولا خسرت؟ ألو ألو السلام عليكم. ألو عليكم السلام. هلا عبد الله كيف حالك؟ اودي انطيك خبر انه انا انقبلت بستار اكاديمي. ايه بعد امك وغلبها يما الحمد لله والشكر يا بعد عمر يا يما. الله لا يضيع لك تعب يما. يا ما شو كنت في اليوم؟ عيسى لا تبكي لا تبكي انا ما ابكي انا فرحانه. ليش تبكي؟ الو ماما. أهلا أمو مينو. حنانينا ما بشتي أشجي. ليه وحش خش مطاس يا روحي خليني عينيك الحلوين. حبيبة أمك وحسيني. عاملة إيه وحشتيني أوي. عاملة إيه حبيبة قلبي. الحمد لله. أنت عاملة إيه؟ مشتاق لك. ألو ست الحبايب يا لك يا عيون أمك حذرني حبيبي. ماما ماما انقبلت يا عيوني يا روحي يا قلبي الف مبروك يا روحي. يسعد لي صباحك خليني الصوت الحلو يقبرني. بوجورك منيح حبيبي منيح. باش تجدي لي حوايجي فاسكوني فوت على اكاديمي. ايوه محمد ايوه ماما انا اتقبلت بستار اكاديمي. ماما يا حبيبي بسم الله ما شاء الله يا حبيبي كثير اشتقت لك. وينك يا مير؟ قبرنا صوتك. اوكي خاطر قبلوني قبلوني اوكي؟ صباح؟ أنا توحشتك. ماما أنا توحشتك. يعني تقبلت؟ متى؟ تقبلت. قبلوني يا ماما. ما تزوجش ما تزوجش. انقبلت بستار اكاديمي. قبلني قلبي قبليني ان شاء الله يا ماما. بصي المهم ان انتوا وحشيني كتير وان شاء الله اتفرجوا عليا النهارده بالليل. انا بس كلمتك عشان اقول لك ان شاء الله النهارده هتشوفني بقى في البرايم. ماما قالت لك اكيد. والزغلوطة اخذت نص دقيقه. توحشتك ماما توحشتك. باي باي. الله يوفقك يا باي. باي حبيبي باي.